السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه طبخ وحلويات فاطمه. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله جبت لكم بطاطا في الفرن، منها طبق رئيسي ومنها نطيبوا نقدموها مقبله بصلصه الطماطم. ممكن نديروا لها مارق بالحمص، انا درتها اليوم بالحمص، مارق بالحمص والدجاج، وندير هذه البطاطا في الفرن. نروحوا نشوفوا المقادير. هنا عندنا بطاطا متوسطه الحجم، ديتها قسمتها، نقيتها وقسمتها على 2 وخويتها كما راكم تشوفوا، وقليتها في الزيت. اول حاجه فورتها بالملح، من بعد نقلوها في الزيت. هنا كملاحظه، دائما كي تقليها من الكسكاس حاولي انك تنشفيها بالورق بعد ديريها في الزيت، تفاديا للزيت ما يوليش يطير عليك. هذه اول حاجه. عندي هنايا الدجاج طيبته، الدجاج هنا طيبته مع المرق، وكان باقي لي من تاع البارح فتته، يعني كميه قليله على حساب البطاطا. عندي معدنوس مقطع رقيق، عندنا الجبن طاري، وعندي بيضه مضربه مع شويه حليب، وعندي جبن مبشور، وعندي شويه تاع لاكريم فريش، غير شويه ماشي بزاف. نروحوا نحضروا الحشوه، هي اول حاجه اللي نحتاجوها. هنا لاصتي الدجاج تاعك ما فتتيهش مليح، ايسيي باه تفتيه، لازم يكون قطع صغيره بهذه الطريقه. نضيف عليه هذاك المعدنوس، نضيف هذاك الجبن، الجبن الطاري، هنا نضيف هذيك البيضه، نجيب مغرف، نضيف شويه تاع الكريمه السائله، يعني تقريبا 2 مغارف يكونوا كبار تاع اكل، ونخلط هذه المقادير. نتحصلوا على خليط يكون طري في نفس الوقت. هذيك لاكريم فريش غادي تعطينا طاره، وهذاك الدجاج ما يبسلناش في الفرن بهذه الطريقه. بالنسبه هنا غادي ندخلهم للفرن يتحمروا، نديروا في البلا شويه تاع الصلصه من هذيك اللي طيب لنا، ونحط البطاطا تاعنا مع الجبن المبشور ونخليها تتحمر. نجيب الان المغرف باه نعمروا البطاطا تاعنا. هنا كيما رانا نشوفوا درت شويه تاع المرق في البلا اللي غادي نديه للفوق، اللي غادي ندخله للفرن. ونجيب الان هذه البطاطا تاعي ونبدا نعمر فيها بهذه الطريقه. يعني هنا نديروا البطاطا هذه هكا خير من نديروها يعني مقليه ونعاودوا نديروا لها المارق. وهنا تقي تفوريها ثاني، لا تبغيتي تتجنبي القليان ما تقليهاش. هنا غادي نعمر انا كاع البطاطا اللي عندي ونستفها، ونرابي الجبن، من بعد نعاودوا نتلاقاو. هنا كيما رانا نشوفوا بعد ما عمرنا هذيك البطاطا تاعنا، ندي هنايا الجبن المبشور ونبدا نحط فوق كل وحده كميه تاع الجبن المبشور، ندخلها الفرن. الفرن راح يعني ساخن، هنا مجرد ما تحمر ويدوب هذاك الجبن نخرجها ونقدمها مع هذاك المارق اللي قلت لكم عليه، مارق احمر درت نقدموها بالحمص والقطعه تاع الدجاج، ولا طيق تستغني على الدجاج لانه راه ندير ديجا دايرين في البطاطا الدجاج، ونقدموها. نخلو المارق فقط هنايا تاع اللي انا دايرينها في الكوكوطه يعقد، ونقدمو الاكله تاعنا ان شاء الله. شو نوريها لكم جاهزه في صحن التقديم. البطاطا تاعنا كيما رانا نشوفو هذا هو الشكل تاعها، يعني بعد ما خرجتها من الفرن هاونا الشكل تاعها، تحمر فقط هنا على الوجه. تبغوا تقدموها كيما قلت لكم كمقبله بصلصه الطماطم، ولا ديروا لها المارق والحمص وتقدموها. نتمنى ان شاء الله بربي تجربوها وتنجحوا فيها. وبقى لي نقول لكم لعجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم، تخلوا لي كومونتير باش تشجعوني، والى الملتقى.